السلام عليكم مشاهدينا الأكارم. قصة إبراهيم الخليل عليه السلام كاملة نتناول منها الآن الجزء الأول، فأهلا ومرحبا بكم. إبراهيم خليل الرحمن، وجاء معنى الخلة من المحبة، أي أن الله اصطفاه من بين جميع العباد ليكون حبيب الله. وقد تتساءل عزيزي المشاهد عن كم المصاعب التي واجهها سيدنا إبراهيم عليه السلام في مسيرته للدعوة إلى الله، وها نحن سنقدم لك تفصيلا لتلك المسيرة منذ بداية رحلته في البحث عن الله ومواجهته مع أبيه، مرورا بموقفه مع النمرود وتحديه لقومه لمحاولة إحراقه، وتجلي قدرة الخالق عز وجل في إنقاذ إبراهيم من النار. سنذكر لك أيضا كيف أرسل الله تعالى البشرى لسيدنا إبراهيم وزوجته السيدة سارة بغلام اسمه إسحاق، ولن ننسى طبعا موقف إبراهيم مع زوجته السيدة هاجر وابنه إسماعيل، لنتعرف معا على سبب ترك إبراهيم لهما في الصحراء وكيف أنقذهما الله من العطش. أيضا سنتعرف على أمر الله لإبراهيم بذبح ابنه وكيف كان موقفه من ذلك. ولد إبراهيم عليه السلام وسط قوم كافرين، فمنهم من يعبد الأصنام والحجارة، ومنهم من يعبد الشمس والنجوم، ومنهم من يعبد الحكام والملوك. ليس هذا فحسب، بل كان أبو إبراهيم صانعا للتماثيل التي يعبدها قومه، حيث كان ينحتها ويخرجها لهم ليعبدونها، وبذلك كانت أسرة إبراهيم تمتلك مكانة متميزة بين قومه. كبر إبراهيم وسط تلك الأجواء المفعمة بعبادة آلهة غريبة تتمثل في مجموعة حجارة لا تعقل، وأصبح إبراهيم مجهول البال يفكر كثيرا ويستعجب أشد العجب على قومه. كان يفكر كيف أن أبيه يصنع من الحجارة تمثالا، ثم يقوم الناس بعبادة تلك التماثيل ويعتبرونها آلهة، رغم أنها مصنوعة من الحجارة لا تملك عقلا ولا تتكلم وليس بها أي روح أو حياة. لابد أن الأمر ليس كذلك، الإله هو من يخلق الناس وليست الناس هي من تصنع الإله. إذن هذه الأصنام ليست آلهة، إنها لا تنفع ولا تضر، أين الله يا ترى؟ هكذا كان يفكر إبراهيم في خلواته مع نفسه. رحلة إبراهيم في البحث عن الله. ذات ليلة كان إبراهيم جالسا يتفكر ويتساءل، من هو الله وأين يوجد يا ترى؟ وبينما هو على ذلك الحال، إذ رأى كوكبا يلمع في السماء وسط ظلمات الليل، فصاح إبراهيم، ها قد وجدت الله، هذا الكوكب اللامع لم يصنعه البشر، كما أنه لا يتحطم كتماثيل الحجارة. فرح إبراهيم لظنه أنه قد اهتدى للأمر الصواب، وأخذ يصلي لذلك الكوكب طوال الليلة، وأخبر قومه أنه وجد الله وأنه الكوكب اللامع في السماء. ولكن في الصباح الباكر نظر إبراهيم إلى السماء فلم يجد الكوكب. أدرك إبراهيم أن الكوكب ليس إله، فهو يغيب، أما الإله فلا يغيب أبدا. قال تعالى، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لم ييأس إبراهيم واستمر في رحلة بحثه عن الله. وذات ليلة لمح إبراهيم القمر مكتملا ينير السماء، قال هذا ربي، كيف لم أدركه من قبل؟ ولكن للأسف خاب أمل إبراهيم عندما استيقظ ووجد القمر غائبا لا يظهر في السماء. حزن إبراهيم أشد الحزن وقال، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وذات يوم جلس إبراهيم تحت ضوء الشمس، فنظر إليها ورآها كبيرة تنير الكون بأكمله وتشبه الكرة الضخمة الملتهبة، فصح إبراهيم، ها قد وجدت الله، فهذه الشمس هي إله الكون. ولكن لم تطل آماله كثيرا، فبعد ساعات مالت الشمس إلى الغروب، فأدرك إبراهيم أنها ليست إله الكون كما كان يظن.
أخيرا أدرك إبراهيم أن الكواكب والقمر والشمس ليسوا بآلهة، وأن الله موجود ولكنه لا يستطيع رؤيته. هو الله خالق الكون بأكمله بما فيه الشمس والقمر والنجوم والكواكب. آمن إبراهيم بالله سبحانه وتعالى وأسلم وجهه له ولم يكن من المشركين، وأصر أن يذهب لأبيه ويتحدث معه. ولما ذهب إليه وجد أبيه يتعبد للأصنام التي صنعها، فانتظره إبراهيم حتى انتهى ثم بدأ حديثه مع أبيه. مواجهة إبراهيم ونقاشه مع أبيه. قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي، لماذا تعبد تلك الأصنام التي لا تنفعك بشيء، فهي لا تسمع ولا ترى؟ وأخبره عن رحلة بحثه عن الله، وأنه آمن أن الله موجود وهو لا يراه، وأن عليه أن يتبعه، فهذه هي الصراط المستقيم. كان ردة فعل الأب شديدة، حيث صاح وغضب غضبا شديدا على إبراهيم، ذلك الفتى الصغير الذي تمرد على ما تعودوا على صنعه وعبادته من بعد آبائهم وأجدادهم. فأخبره إبراهيم أن الشيطان هو الذي يسول له ولقومه الضلال والكفر وعبادة الأصنام، وحذره أنه إذا استمر في العصيان فسوف يكون مصيره النار وبئس المصير. توعد والد إبراهيم ابنه بالضرب والقتل والرجم إذا لم يكف عن الهجوم على الأصنام والتشكيك بألوهيتهم والدعوة إلى الله ثم طرده من المنزل، وقال إنه لا يريد رؤيته مرة أخرى، فقد خذله وعصى أوامره وخرج عن اتباعه. ولما وجد إبراهيم أنه لا فائدة من أبيه وأنه لن يستجيب له، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. مواجهة إبراهيم مع النمرود. ترك إبراهيم أبيه وتوجه إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة تلك الأصنام، وبدأ بالتحدث إلى الملك والذي كان يسمى النمرود، ومن حوله يتواجد أتباعه وخدمه. أخبر إبراهيم النمرود أن التماثيل التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع، فهي من صنع أيديهم، فكيف تكون آلهة؟ فلما أجابه النمرود أن ذلك ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم القدماء، رد عليه إبراهيم أن تلك العادات التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم ما هي إلا ضلال مبين. غضب قوم إبراهيم وصاحوا به أنه يسخر منهم ومن آلهتهم ويلعب بهم، ورد عليهم إبراهيم قائلا: قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال إبراهيم لقومه أن الله هو من بيده إحياء الناس وإماتتهم، فقال النمرود أنه قادر على إحياء الناس وقتلهم، وأمر بالإتيان برجلين من المدينة، فلما حضرا أمامه أمر بقتل أحدهم وترك الآخر حيا لم يمسسه، ثم توجه إلى إبراهيم وقال: أرأيت، لقد أمت واحدا وأحييت واحدا آخر. ظن النمرود أنه عندما أمر رجاله أن يقتلوا شخصا ويعفو عن الآخر فبذلك يكون أمات واحدا وأحيا الآخر، ولم يدرك أن ذلك كان بمشيئة الله أولا، ولولا أن الله شاء بذلك لم يكن ليحدث. حينها قال إبراهيم للنمرود: إن الله هو القادر على إتيان الشمس من المشرق وغروبها من المغرب. وتحدى إبراهيم النمرود إذا كان على حق فليفعل هو ذلك، فبهتت حجة النمرود ولم يستطع الرد على إبراهيم. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة النمرود في قرآنه الكريم بقوله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. فلما صد النمرود وأتباعه رسالة الله إليه ولم يتبعوا إبراهيم وسخروا منه وآذوه، أمر الله بإهلاكهم، فأرسل عليهم الذباب والبعوض كجيوش انتشرت سريعا حتى أحجبت عنهم ضوء الشمس، وبدأت تأكل في لحومهم وتصيبهم بالمرض.
كما سلط الله ذبابة دخلت في أنف النمرود فعذبته عذابا شديدا لفترة طويلة حتى مات. وبذلك يخبر الله تعالى أن النمرود غير قادر حتى على إنقاذ نفسه من ذبابة، فهو النمرود الذي كان يدعي الألوهية وأحياء الموتى لم يستطع إنقاذ نفسه من الهلاك. إبراهيم يحطم الأصنام. خطط إبراهيم أمرا في نفسه وعزم على تنفيذه، حيث كان هناك احتفالا يقام في مكان ما بالمدينة التي يعيش بها قوم إبراهيم. انتظر إبراهيم حتى تجمع قومه وذهبوا إلى الاحتفال، ثم توجه إلى المعابد التي توجد بها التماثيل والأصنام. نظر إبراهيم إلى التماثيل المصنوعة من الحجارة، ونظر إلى القربان والطعام الموضع أمامها، وبدأ في توجيه حديثه إليها وقال ساخرا: ما لكم لا تأكلون وما لكم لا تنطقون؟ ثم حمل فأسه وأخذ يكسر تلك الأصنام وحولها إلى قطع أحجار صغيرة، ما عدا كبير الأصنام حيث تركه سليما، لعل ذلك يرجع قومه إلى صوابهم ويجعلهم يدركون أنهم في ضلال كبير بعبادتهم لتلك الأصنام التي لا حياة بها. جاء قوم إبراهيم ورأوا ما حدث لأصنامهم، فأعمى الضلال والكفر قلوبهم، فلم يتساءلوا كيف أنها آلهة ولم تدافع عن نفسها، وكيف أن كبير تلك الآلهة لم يدافع عنهم وهو في نظرهم إله. غضب قوم إبراهيم شد الغضب وأخذوا يتساءلون: من الذي تجرأ على آلهتهم؟ من الذي فعل بها هذا؟ حينها تذكروا ما كان إبراهيم يدعوهم إليه، فأدركوا أن ذلك من صنع إبراهيم، فطلبوا استدعاءه فورا. سأل قوم إبراهيم: هل هو من فعل ذلك الفعل الشنيع لآلهتهم؟ فأجابهم إبراهيم أن من فعل هو كبير الأصنام بدليل أنه ما زال سليما، وطلب من قومه أن يسألوا كبير الأصنام عما حدث إن كان قادرا على الكلام والنطق. قال تعالى: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. رد عليه القوم قائلا: كيف نسأله وهو تمثال لا ينطق ولا يتكلم؟ حينئذ قال إبراهيم: أرأيتم تلك التماثيل التي لا تنطق؟ أنتم تعبدونها فأين عقولكم؟ حينها تراجع قوم إبراهيم قليلا وأدركوا ضلالهم وعنادهم، ولكن سرعان ما عاد كبرياؤهم فأمر القوم بإحراق إبراهيم. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأمر حاكم المدينة بإلقاء القبض على إبراهيم وإحضاره ليتم حرقه جزاء لما فعله بآلهتهم من دمار وتخريب. مشاهدي الكريم، هل فكرت كيف كان شكل النار؟ وشكلها أنها أضخم مما تتخيل. وهل تعلم أن هناك من زار إبراهيم عليه السلام داخل النار؟ فمن هو؟ لمعرفة الإجابة انتظرونا في الحلقة القادمة.